أجرت العناصر الوطنية اليوم الثلاثاء ثاني حصة تدريبية بمركز سيدي موسى تحضيرا لمباراة أوغندا التي تأتي في إطار التصفيات المؤهلة لكان 2023 بالكوت ديفوار. التدريبات كلها كانت تركز على الجانب البدني، من بالماضي كان تقريبا غائب عن هذه الحصة وكل اللاعبين كانوا تحت تصرف المحضر البدني. الحصة التدريبية الثانية عرفت التحاق كل من إسماعيل بن ناصر وكذلك مصطفى زغبة، وبهذا يمكن أن نقول أن التعداد اكتمل تقريبا وبقى لاعب واحد فقط لم يلتحق بعد، وهو الحارس الجديد أنتوني ماندريا، والسبب لم يتم توضيحه لحد الآن من قبل الاتحادية. إذن أقل من 4 أيام على المباراة الأولى ضد أوغندا سهرة السبت 4 جوان، فما هي توقعاتكم؟ كنتم مع جورناليست، وإذا عجبك الفيديو ما تنسى جام أبوني وبرتاجي مع أصحابك وخلينا رأيك في التعليقات. جورناليست، إذا حبيت تلقاني في البلاتفورم محدوخين جيست اكتبها بالعربية.